اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بولاية الأغواط مع حط لتثمين جهود المنتجين الفلاحيين والمهنيين من خلال عرض مختلف المنتوجات الفلاحية والنباتية بالرغم من كل الصعوبات. عرض لكل المنتوجات الفلاحية بحضور المهنيين بحضور الشركاء من بنوك من صناديق تعاون فلاحي من منتجين من مستثمرين، وكل هذه العملية من أجل إبراز يعني حوصلة القطاع الفلاحي. أفلو نشجع تكون على ما جاي إن شاء الله منطقة منتجة لشعبة التفاح بامتياز. نشجع الناس اللي راحين يستثمروا في شعبة التفاح. هذه تقاليد بلادنا كيما القشبية، البرنوس، الزربية، كما راكم تشوفوا مواد التجميل، قاعدون ذي صنع الأقواط، المنديل، الطبق، الكسكاس، القنونة، السعفق. استفادت ولاية الأغواط من الملبنة ب 7000 ريتل في اليوم، بعد زادونا 7000 واحدة أخرى، رانا الوقت الحالي في 14000 ريتل، ورانا إن شاء الله على حساب الوعود تاع سيد الولي راه فيها إن شاء الله زيادة. جهود تبذل من قبل المنتجين المحليين تقابلها بعض العوائق التي حالت دون الوصول إلى النتائج المتوخاة. مشاكل باختصار، مشكل التسويق، ما عندناش سوق جملة، ما كانش في أفلو. اليومين هذا ما كان حتى مساعدة، ما كان حتى وزاد التسويق هو اللي دمرنا. كانت فيه يعني تعليمات من طرف السيد ولي الولاية، السادة رؤساء البلديات وسادة رؤساء الدوائر لإمكانية يعني دائما مرافقة هاد المنتجين والحرفيين لإيجاد أماكن لتسويق منتجاتهم المختلفة. المناسبة السنوية للإرشاد الفلاحي كانت بمثابة فرصة سامحة لتتبع والي الأغواط فوضي الضويفي جملة من الانشغالات التي التزم بمتابعتها بالتنسيق مع المصالح المكلفة.